السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده اسمه browse.ai. الموقع ده بيعمل ايه؟ بيفيدك بالذكاء الاصطناعي في حاجات كتيرة جدا. ممكن يكون عندك كمية داتا كبيرة جدا، هو يبدأ ان هو يحللها لك ويبدأ ان هو يستخلصها لك بشكل قوي. فممكن تديله موقع معين وتقول له لو حصل اي تعديل في الموقع ده هات لي الداتا ديت. ممكن يحطها لك مثلا في جدول زي شيت مثلا او اكسل، في كل الداتا في كل ابديت حصلت في الموقع دوت. ممكن يكون الموقع بتاعك حاسس ان في اي حاجه تحصل فيه، يجي لك ايميل تنبيه ان في حاجه حصلت في الموقع دوت. من ضمن المزايا اللي فيه ان انت مش محتاج ان انت تكتب كود، يعني هو اوتوماتيك. ممكن تقول له تختار كده انا عايز الموقع دوت استخلص المعلومات اللي فيه، فيقدر يتعامل مع بيج داتا بشكل رهيب جدا، ويقدر ان هو يجيب لك الداتا اللي فيه ويلخصها لك. يعني على سبيل المثال ممكن مثلا موقع زي لينكد ان تقول له هات لي كل الشركات اللي موجوده مثلا في مصر في التسويق العقاري، فيبدا يدخل في الموقع كله ويبدا يجيب لك كل الشركات اللي في التسويق العقاري اللي موجوده في مصر. مثلا ممكن تخليه مثلا يراقب لك البورصه، تقول له مثلا لو حصل صعود او نزول في اسهم معينه ابدا نبهني حاجه زي كده، او لو جت لو حد في موقع اب عايز وظيفه كذا بخصائص كذا ابدا اعمل لي تنبيه او حطهم كلهم في الجداول. خلينا نبدا نشوف الفيديو كده مع بعض. زي ما انت شايف ممكن مثلا من امازون تقدر انت تقول له لو في سلعه معينه عليها طلب هات لي الداتا بتاعتها، لو في سلعه معينه اختفت من موقع بتاع الامازون موقع تويتر مثلا وهكذا. مثلا هو لينكد ان تقول له راقب لي مثلا الصفحه الفلانيه على لينكد ان، استخلص لي البيانات وكل اسبوع ابعت لي الابديتد او ابعت لي الشركات اللي عايزه وظائف جديده او الشركات اللي منزله شغل جديد وهكذا. فيبقى عندك كل شويه بيجي لك استخلاصات معلومات من الموقع، اي موقع انت عايزه. هو كده يراقب لك المنافسين بتوعك. ميزة الموقع دوت ان هو لا نهائي، في حاجات كتيرة جدا جدا تقدر ان انت تعملها، واي موقع انت عايزه بس تديله اللينك بتاعه هو يبدأ ان هو يجيب لك اخر تحديثات موجودة بشكل سهل وسلس، ويبدأ يديهم لك مثلا على هيئة اكسل مثلا او جداول بيانية. فانت خلال دقيقتين بس هتدرب الذكاء الاصطناعي ان هو يعمل حاجة معينة، يتابع موقع يتابع اسهم يتابع اي حاجة انت عايزها، ويبدأ كل شوية يجيب لك التقارير.